فعاليات منوعة للأطفال، رياضية وثقافية وترفيهية ينظمها الاتحاد الرياضي العام لدعم الأطفال المتضررين من كارثة الزلزال في مركز إيواء المدينة الرياضية باللاذقية. تم العمل على التحضير لهذه المبادرة للتخفيف من الآثار النفسية ووطأة وهول ما شهده هؤلاء الأطفال من كارثة الزلزال. بعض النشاطات الرياضية والنشاطات الفنية والثقافية وتقديم بعض الهدايا العينية لهم، يعني تقريبا لتطيب أنفسهم المزعورة. نحن جايين من اللواء اللاذقية، جايين نتسلى ونلعب وننشط، إن كل فريقين بيعملوا مجموعة، واللي بيستعمل المجموعة بياخذ نقطة، ونحن هي نحن اللي فزنا. نحن اجينا من مركز اليوغا والتأمل تحت غطاء الاتحاد الرياضي لدعم الأطفال وتعزيز نفسيتهم بهيدا المرحلة، لتقويتهم ولخليهم يتقبلوا هيدا الوضع أكثر، لأنه هيدا وظيفتنا حاليا. جينا اليوم ساعد الأولاد، تعرف طبعا هن أولاد كثير عددهم كبير، تطوعنا من كل الأندية، كل اللاذقية، كل الرياضات، حتى حاولنا نساعد الأولاد ونسيهم الشيء صار فيهم. الدعم النفسي والتخفيف من آثار الزلزال هدف النشاط اليوم، بغية الوصول للتعافي وزرع البسمة والفرح في قلوبهم.